ساعات كتير بنبقى ماسكين الموبايل نتكلم في موضوع مع صحابنا، فجأة نلاقي اعلان على الابلكيشنز معينه عن الموضوع اللي احنا كنا بنتكلم فيه، ونقول ايه ده، هو ايه اللي حصل، ازاي الموبايل قدر يعرف انا بتكلم عن ايه او كنت عايزه ايه. لسه الناس لغايه النهارده مش قادره تتصور خطوره بعض التطبيقات اللي بتنتشر على صفحات السوشيال ميديا. في دراسه حديثه كشفت ان التطبيقات دي بتقدر بمنتهى السهوله انها تجمع عنك معلومات وتستفيد منها. مش بس كده، التطبيقات دي ممكن انها تتجسس عليك وتعرف كل حاجه عن حياتك الشخصيه. خلونا نتابع ازاي. اغلب الناس في العالم كله بيستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي للتسليه والرفاهيه والتواصل المثمر مع الاصدقاء والقرايب، لكن هل تخيلت ان المواقع دي ممكن يكون ليها جانب سلبي في حياتك غير انها بتضيع وقتك؟ طبعا اكيد شايف ان المشكله كلها في تضييع الوقت، لكن اللي ما تعرفوش ان بياناتك ممكن تكون في خطر، وده اللي كشفته دراسه حديثه نشرتها واحده من الشركات المتخصصه في العالم، واكدت ان ممكن تطبيق او اتنين يجمعوا بيانات تفصيليه عنك. الدراسه قالت ان تطبيق يوتيوب وتيك توك بيقدروا يتتبعوا البيانات الشخصيه للمستخدمين اكتر من اي تطبيقات تانيه، واكتشفوا كمان ان موقع يوتيوب بيجمع في بياناتك الشخصيه لاغراضه الخاصه زي تتبع سجل البحث على الانترنت او حتى موقعك في الدراسه. الألعاب اللي موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي بيكون وراها خلفية جمع المعلومات، والخاصية دي بتتيح المعلومات المتعلقة بالمستخدمين والأشخاص المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي. علشان كده دايماً بيكون في تحذيرات من التطبيقات اللي موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي، والخبراء دايماً شايفينها خطيرة وبتخترق خصوصية المستخدمين وبتتخطى في اختراق خصوصيتها مرحلة الوصول للبيانات اللي ممكن تكون متاحة للفرد أونلاين. كمان الابليكيشنز دي بتخترق الرسائل المتبادله والارقام والمكالمات، ولو لاحظنا هنلاقيها متوفره بشكل مجاني، وده علشان يحققوا ارباح من المعلومات اللي بيحتفظ بيها التطبيق من تليفون المستخدم، خصوصا ان استخدامها بيكون لاغراض كتير ابسطها الاغراض التسويقيه. في يمكن مقولة كده بتقول يا مصطفى، لو لقيت سلعة مجانية أعرف إنك أنت السلعة. صحيح، وإحنا فعلا السلعة بتاعت السوشيال ميديا، لأن إحنا اللي بتتاخد بياناتنا وبتعرف عننا كل حاجة، وكل صورنا وكل أرقام تليفوناتنا وكل محادثاتنا، كل حاجة مكشوفة. أنا شفت إعلان كان بيتكلم على أحد الشركات الموبايل، يعني اللي يعني بتحميك تماما يعني، وكانت فكرته إن حد بيرن جرس في مزاد وبيقول هنبيع البيانات الشخصية بتاعتها، معانا قائمة التليفونات، معانا الصور الشخصية، معانا المحادثات، معانا سجلات الدفع الإلكتروني الفيزا. فأنت بتتكلمي في كل حاجة في حياتك، وكل بند من دول ليه قصص كتيرة جدا. وده اللي حصل فعلا، بعض البيانات كانت بتتباع لبعض الدول.